هاي صبايا، أنا سارة. اليوم عزيزاتي بهذا الفيديو رح نشتغل تمرين بيلاتس السلسلة رقم 3. اليوم رح نستهدف عضلة المؤخرة والفخذ الخلفي وأيضا عضلة البطن. عزيزاتي هذا التمرين مناسب جدا لأصحاب الانفصال العضلي لأني رح يساعدهم مو بس على تقوية عضلات المؤخرة والتخلص من السلوليت، وإنما أيضا رح يساعدهم على تسكير الانفصال العضلي. واللي ما عندهم انفصال عضلي رح تلاحظوا تفصيلات البطن بعد كم يوم، هدول البقلاوات اللي بيقولولها رح تظهر، وبالأخص كل ما كانت نسبة الدهون بجسمك منخفضة. لا تنسوا انه في عندنا برامج مجانيه على موقعي www.saripuffy.com، وكمان يلي حابه تشترك بباقات نيومي المدفوعه تتواصل مع فريق الدعم على صفحه sara.newmy الانستغرام. اذا كنتوا جاهزين خلينا نبلش فورا. اوكي، بهي الطريقه ايدينا جنبنا. اوكي، كل اللي رح نعمله انه نحن رح نبرم المؤخرة لجوا، بس انتبهي على تعليمات صوتي. اوكي، سو برمت المؤخرة بهي الطريقة، برمتها ورجعتها، عملت فراغ اسفل الظهر، رجعت مرة ثانية 2، عملت فراغ اسفل الظهر 3، برافو عليكي، فراغ اسفل الظهر 4، عبي وفضي الفراغ، برافو 7. حاولي انه القدمين يكونوا على مستوى واحد 8، القدمين على مستوى واحد ومفتوحين بعرض المؤخرة او اعرض شوي ما في مشكلة. المشط او اصبع القدم اللي عندك الكبير خليهم هيك شوي يبرموا لعند بعض، برافو. internal rotation، برمت وريحت، برمت وريحت. هالمرة يا عزيزتي برمت برمت على الأخير، برمت وطلعت شوي شوي لفوق ونزلت، بزلت العمود الفقري مثل حبات اللولو 2 ونزلت. أنا بطني مشدودة، تماما مشدودة، محافظة على تنفسي ومحافظة على الرتم البطيء 5 6. تحمليني بس شوي ما تملي أرجوكي 7، لأني هدول الحركات حرفياً لكل بنت بتعاني من ترهلات مزعجة، بتروح على الجيم بتشيل أوزان بتلاقي صار في تضخم مزعج سواء بالفخذ الأمامي أو بمناطق تانية بجسمها، بس هدول بيعطوكي جسم الرشيق اللين مصر. يس، كمان 5 4 3 2. واحد. هلا بدي اياكي يا حلوتي تحاولي تثبتي بهي الطريقة بس هيك. اوكي؟ وترجعي مرة ثانية وترفعي وتثبتي. مرة ثانية رفعنا ثبتنا، ثانية ثانيتين ورجعنا، رفعنا ثبتنا ثانية ثانيتين ورجعنا up، ثانية ثانيتين ورجعنا 5، ثانية ثانيتين yes 6، برافو عليكي، ثانية ثانيتين 7، ثانية ثانيتين 9، ثانية ثانيتين 10، أكتر ما فيكي بدون ما تأذي أسفل الظهر 9 10، فوق فوق فوق
11 فوق 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 آخر وحدة وريحت، سحبت الركب لعندي، عملت شوي ضغط بالركب على الصدر، ريحت أسفل الظهر تماما. نفس عميق من أنفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من أنفنا ومنعطي من تمنا. هلا بقى يا حلوتي نحن وبمكاننا، القدم خليها تمشي شوي لقدام شوي لقدام، أوكي؟ مشينا القدم لقدام، هالمرة رح نرفع ونحن القدم بعيدة، حسي بالفخذ الخلفي تماما. رفعت لفوق نزلت 2، خليها سرعة شوي 3، على الكعب 4، حسي بالفخذ الخلفي 6 7 8 9 10، كمان 5 5 4 3 2، خليكي فوق بليز. هلا بدي اياكي تمشي 1 2 وترجعي للامام، بالطرف الثاني اتبدلي وترجعي للامام. نمشي، خلي خصرك فوق، خلي خصرك فوق، حافظي عليه. كمان 5 بالكعب عم امشي 4، خصرك بطنك مشدودة 3 فوق 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 2 1 ياس. خذي الركب لعند الصدر واضغطيهم منيح منيح، نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. هلا بقى يا حلوتي رح ندمج كمان حركة الجسر مع الكرنشات العكسية، وهي الحركة المفضلة عندي. حافظت على، ما بدي احط القدم تحت الركبة، لأني لما بحط القدم تحت الركبة وبطلع بحركة الجسر بكون عم شغل الفخذ الأمامي. قربيها شوي لقدام، مو كتير لقدام، لأني إذا قربتيها كتير لقدام بكوني عم تشغلي الفخذ الخلفي. شوي لقدام، بدي اياكي أنت تحسي بعضلة المؤخرة بهذا التمرين، أوكي؟ ما تحسي بالفخذ الأمامي أو الفخذ الخلفي. الحركات دائما مثل ميزان الذهب صبايا، يعني بدك توازني انت الوضعيه تبعك، توازني تماما وتفكري انه هل فعلا عم استهدف العضله الصح بهي الوضعيه، ولا اقدم شوي رجلي لقدام ولا رجعها لورا، اوكي؟ انت ميزان حالك. جهزت حالي، رفعت، شبكت الرجلين، دفشت شوي شوي، مديت مره ثانيه 2، شبكت الرجلين 3، شبكت الرجلين 4، شبكت الرجلين 5. انا اليوم التسريحه تبع شعري مو مناسبه لهذا التمرين، حاطه حبسه صغيره ورا راسي ومالي عرفانه عم حط، مالي عرفانه اضبط راسي. عم تدخل الحبسه براسي. هاي نقطة مهمة، خلي شعرك مفرود مشان ترتاحي بهاي الحركة أو اربطيه لتحت. يلا آخر 5 4 3 فوق فوق فوق، عملي سكويز 2 1. برافو عليكي، خليكي هون. هلا يا عزيزتي دقنك قريبة على صدرك، رح نفتح مرة يمين مرة يسار على مهلك. الفخذ مشدود، الذراع مشدودة تماما، عبي فراغ أسفل الظهر. برافو عليكي، الفخذ مشدود، الذراع مشدودة، وأنا عم بتطلع على صرتي، لا تخلي رقبتك تتشنج، عبي فراغ أسفل الظهر تماما تماما. كل ما تحسي
كتافك ارتخوا لتحت، رجعي جلسي، شدي عضلات البطن مو تشدي عضلات الرقبة لحتى انك تجلسي، شدي الفخذ، كل ما شديتي الفخذ بتحسي البطن عم تشتغل اكثر. هلا مع بعض، يلا 8، خلي نظرك تحت، 7، خلي الفخاد مشدودة، 5، 4، البطن مشدودة، 3، 2، 1، وريحي. نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. هلا بقى يا حلوتي الرجلين فوق بهي الطريقة تماما. انا اللي رح اعمله اني رح نزل رجلي شوي شوي، عبيت فراغ اسفل الظهر، فراغ اسفل الظهر ما يفضى ابدا، خليه معبى، اذا عم يفضى حطي تحته مخده. عملت دائرة حلوة وأنيقة وطلعت. مرة تانية نزلت شوي 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 على مهلك، حسي بالرجفان، حسي إنك عم تحاولي تثبتي أسفل الظهر بإنك تعبيه، تحاولي تشدي عضلات البطن وتنفسي. 3، تماما. على مهلك، ما في حدا راكد ورانا. يس. عبي فراغ اسفل الظهر، برمي الدوائر. يس. لا تعملي تشنجات هون برقبتك، ريحي كتافك، تركيزك بس على هاي المنطقه باني انا عم عبي فراغ اسفل الظهر. ببطء ببطء، لا تستعجلي، اذا استعجلتي مو يعني انه خلصتي عدات اكثر. الحكي مو على العدات، الحكي على الكواليتي، على جوده الحركه. برافو عليكي. كمان شوي. يا سلام عليكي، كملي كمان معي، كمان 4. 4، اللي عنده ألم بأسفل الظهر صبايا أرجوكم يا أما حطوا مخدة وعطوا attention، يعني انتبهوا كتير، مضاعف double attention له فراغ أسفل الظهر. وريحي. نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا وبنعطي من تمنا. هلا بقى وصلنا للجزء الاخير من هذا التمرين، رح نرفع المؤخره بهي الطريقه ورح ونحني على الكعب، طبعا خصري فوق تماما، رح امشي بالهواء 1 وارجع عمهلك 2 وارجع عمهلك، شدي تنفسي 3 4 تحمليني أرجوك ارفعي الخصر 5 لا تشدي عضلات الرقبة 6 7 8 فوق فوق نزل الخصر 9 10 وريحي. نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. هلا بقى يا حلوتي ضل معنا دقيقة ونص، رح نستغلها بإنه نعمل مرة تانية بطن. أوكي، اللي رح نعمله هو رح نفتح مع بعض وكأني عم نعمل دوائر ومنقرب. أوكي، نفتح مع بعض، فتحنا الرجلين والإيدين بهي الطريقة، ثبتت، عبيت فراغ أسفل الظهر، دورت دورت، ومرة تانية رجعت لنفس الوضعية. فيكي طلعي على صرتك، فتحت فتحت فتحت، حسي بالرجفان بجسمك ودوري
وطلعي عمهلك تماما. حسي بالرجفان، شدي البطن، عبي فراغ اسفل الظهر بكل مرة. عبي عشرين ثانية، عبي فراغ اسفل الظهر، تنفسي. لما تحسي بالرجفان هون يعني اشتغلت العضلة. نفست عميق، نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا، كمان نفس عميق من انفنا ومنعطي من تمنا. سو عزيزاتي، هذا كان كل شيء لليوم. اذا عجبك الفيديو لا تنسي تعملي اللايك والاشتراك بالقناه اذا كنتي مشاهده جديده. بحبكم كثير، اشوفكم بعدين، باي.